اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. وفي هذه العتمه كتحضر معنا السيده اللي اتهمتها زوجة الاب ديالها باللي جرات عليها من الدار فين ساكنين، باللي كتدير ليها الاضطهاد، كتكرفص عليها، بغات تخرجها من الدار. واليوم معنا هاد السيده بغات دير حق الرد، قالت لك هادشي كله ما كاين منه حتى شي حاجه، وبغات تعاود لينا من البدايه حتى اليوم شنو هو الاشكال وشنو اللي واقع، وهاد السيده شنو الافعال اللي كدير. اليوم بغاتها هي ومن حقها انها تجاوب وتدافع على الحق ديالها. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام. يعني مرات باك الله يرحمه دارت واحد الفيديو باللي انتيا حرماها من السكن واللي هي واحده من الوراثه. اليوم بغيتي تجي توضحي الامور وتبيني شنو اللي كاين وشنو اللي وقع، وقلتي واحد الكلمه قلتي لي يلا معايا دابا حتى الدوار فين ساكنين سمعي بودني وتسمعي واخا تفضلي شنو اللي وقع. السلام عليكم. انا هاد السيده مرت الوالد مزوج بها، الله يعاونو با من حقه يتزوج. كانت قالت لهم انا متزوج بها. توفى الوالد ديالي، دابا توفى في 2001. نعم توفى الوالد الله يرحمه. جا كانت بيناتهم بعدا جلسه ديال الطلاق اللي كتقول لك انا عايشه مع با. كانت عنده جلسه، حضرت الجلسه الاولى الثانيه الثالثه، جابتهم بلومبيلونس عندنا هاكم باكم مريض. قلنا ماشي مشكل، تلهينا مع با وداك الشيء الله يرحمه. جينا دابا ملي كنسمع كتقول لي من لا هادي براكشي ودرتها من حق كتافي، خدمت في الديور. با ملي تزوجتي بها الشريفه راه ما خرجكش تخدمي، وكما كنتي ساكنه في الاول في ديك الدار اللي انا ساكنه فيها، كنتي ساكنه في الدار بوجهديه تما فيك كنتي ساكنه. والله اللي عالم اشنو وقع، حتى جابك سكنك في البراكه ما بركتيش 3 شهور مع 4 شهور، كتقولي كملت العام، انت ما كملتيش العام مع با. مات الوالد، كتقولي انا 20 عام ما شفتش الوراثه، حارميني وقع ساكنه انا ما ميته بالجوع، سكنتي في الدار على ايد الوراثه وتقبلنا وقلنا مرحبا تسكني اختي في الدار، مرحبا بك وسكنتي وكنتعاملوا معاك زوين، وكان كيجي عندك خويا الكبير الا احتاجيتي شي حاجه كيعطيها لك، وخفت على شي حاجه كيعطيها لك ما تنكريش، ما تقوليش ما عطاونيش. جيتي سكنتي مرحبا الدار، بدينا كنسمعوا شي افعال كديريها، وجينا عندك قلنا لك اش هادشي اللي كنسمعوا، قلتي لا ما كاينش هادشي. وجينا حصلنا بزاف د الحوايج، قلنا مبريد ما عنده باس، قلتي عمرهم ما سكنوا. سكنت معاك اختي الله يرحمها، سكنت معاك اختي الله يرحمها، سكنت معاك بنت اختي وراجلها، ما عنديش انا طلقت فين غنمشي؟ رايكم فين غنمشي؟ هادشي ضربك مرحبا. جيت عندها عيطت على حبيبه قالت لي نعم، قلت لها عافاك عطيني الساروت، قالت لي واخا. جيت عندها هنا حدا دار راجلها، ها هو هنا ساكن. متزوجه دابا واحده اخرى؟ مزوجه دابا طالعه في العامين مزوجه. جيت عندها ومعايا السيده، والسيده باغا تشهد. مشيت عندها قلت لها عطيني الساروت، قالت لي بلاتي ندخل نجيبو. دخلات بركت اختي شي نص ساعه دابا باش خرجت، جابت لينا الساروت، قلت لها انت نهبطوا هنايا الشرطيه نصوبوه. وهي تنقز واحد المره قالت لا راه واحد المسوارات كاين ابراهيم الروداني، مشينا عنده كاين السيد حتى هو، راه الدنيا اخرى اليوم الدنيا وغدا اخرى. مشينا صيبنا الساروت، جينا هنا حدا الساتيه من القديمه، قلت لها جينا نخرجوا ناكلوا شي حاجه ونبركوا نهضروا شويه. قالت لي لا 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 زربانه بغيت نمشي. مرحبا، قلت لبنت اختي وصاحبتي يلا ناخذوا شي حاجه حنا ندورو حتى نغداو جعل الله خير. الغد لا 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 مشينا للدار، حتى كنكتشفوا بدلت عليا الكانو وكاينين الناس، لا كذبتني كاينين الناس. كنبدل عيطت على خويا قلت له شوف حبيبه انت عطاتني السيارة تلقيت القفل مبدل. اجاتي بقينا باركين، نقول لك اختي 11 نقول لك 10 ما عقلتش انا معاش مشينا للغد حيت الصباح انا ما كررتش بال الساعه. بركنا اختي من الصباح حتى الليل حنا تنعيطوا لها حبيبه اجي ما مسالياش، حبيبه انا ما كايناش، حبيبه انا ما حتى طاح علينا الظلام، اللي جاب لنا اتاي الله يخلف عليهم، اللي جاب لنا بطبوط لي ولينا تما والباب ضرب باكم سوداء والباب مسدود. نعم ما فرقعناش، كنا حنا كما كتقول يا باب مجرمين وشماكريه نفرقعوا الباب، ما فرقعش اختي الباب، ما فرقعناش بقينا دايرين كراسه. الو في الاخر اخر المكالمه دوزت لينا راجلها انا داري هادي وهي تنقزي وتقول لي اختك حامله جيتي بغيتي تلصقها ليا في الدار، لان فرد خويا ما عندوش العقل وسمع هاد الكلمه في غنولي
فين غنوليو؟ ودخلنا وجات وجا خويا وبركنا وعمرت اتاي وتعشينا الناس شاهدين وتعشينا وطيبنا ومعقولش وضاحكين لاعبين. شويه تدخل راجل، شكون انت خويا؟ ما شكون انت؟ انا راجل جاي سكران، جاي سكران، وكاين خوتي كاين سكران، وكاين واحد الدريه معانا جاي سكران. منك دين عام سيدي شبليا، وانا جيت انا عبو هالي، انا بحالي بحالكم بدي شريف. هذه الدار دار الوالي الله يرحمه، مرتك مرحبا بها، انت لا انت لا ما تسكنش معايا. كيشرب اختي سكيرة شنو تا واحد النهار تقول راه ربيبة فلان شدها بل نوليو عاوتاني في قضيه اخرى اختي. بيني وبين واش الربيب؟ انا ربيبتها غتسكن معايا راجلها؟ الدار فيها 30 متر اختي، الدار فيها 30 متر صغيرة، 30 متر. انا ما غنغلبش حوايج، ما غن علاش غنبان نتكمد؟ انا في دار باختي ناخذ حريتي. وتزوجت سيري الله يسهل عليك، مادام تزوج بك يكري لك. تا انا لا جاب لي الله نصيبي، تا انا غنهز راجلي وغنمشي عنده، ما غنجيبوش لدار با، حيت اللي كيتزوج كيمشي. حنا ما قاسمين شخصي، ما قاسمينش الورث. اللي كتقول لك حرموني من الورث ما عطاونيش، يلا عطاوك رخصه، يلا خرجت رخصه بسميتك بعتيها. ديال اش رخصه؟ رخصه ديال الحانوت ديال الجوطيه. يلا خرجت بسميتها وعندي الادله، عندي الدليل. اللي كتقولي حرماني ما تندخلش، كتدخلي. ونهار اللي تخسرت الساروت القفل فجيت ضربتي وهرستيه، بدلت الكانو وهزيت الساروت عطيته للراجل اللي شاري من عنده با الدار. قلت لي عمي، قال لي نعم. قلت لي هو تما تجيه. قال لها حبيبه. قلت له نعم. قال لها هاكي الساروت. قالت لي ما بغيتوش. وجات دخلت لقات الباب محلول ودخلت. انت ما حابساهاش؟ ما حابساهاش اختي. شوفي اختي ما حابساهاش، ما نجريش على وريتها، ما وريتها اختي، راه اللي عندها عندي، كيحقها كيحقي. انا ما حابس الا تجهد فيا واحد في هذاك الدور، انا حابسها يدكم طويله عليا، يدكم طويله عليا. انا ما خرجش باش نبرهن للناس، انا خارجه غير باش نبرهن. باش كتبي تقولي حابساني؟ انا ما حابساكش، جيت في كورونا وعندي ادله بانك كنت كتجي عندي وتدخل وتخرج كما بغات، كتخرج وكتدخل كما بغات. ما حبسهاش. والناس كاينين. باش تقول لك لا ضربوني؟ شكون اللي ضربك اختي؟ اللي كتقولي ضربوني؟ كتقول لك انا كنمشي ندير شكايه الاولى ما تصنتش. دارت شكايه في المسيره وعيطوا عليا ولبيت الطلب وجيت اختي تصنتوا ليا. سمعوا هي قوالي، سمعوا اقوالها. الجندرم نهار مشيت عندهم قلت لهم يا سيدي ديري شكايه. مرحبا، خدمتهم نحترمهم اختي. مشيت درت شكايه، تعرفي الشكايات الله يحسن العون كتعطل. نهار اللي جات الشكايه مشيت سولت قالوا لي مرحبا جات. سمعوا لي اقوالهم، ديري خدمتو، سمعوا لي اقوالي. هادش شنو بغيتي؟ وسيدي اش كدير لك فحال هكا؟ اش كدير لك؟ هاد السيده اختي شوفي نجيكم من الاخر. هاد السيده باغا تخرجني انا باش تجيب راجلها. هاد السيده باغا تخرجني انا، تشردني باش تجيب راجل. انا عندي السكر كندق لانسولين ثلاثه المرات في النهار. ثلاثه المرات اختي، عندي طبيبي نجيب لك سيرتيفيكا تشوفي. انا كندير لانسولين اختي. انت ملي كتجيت انا الدار، انا مو السكر غيقضي دار، وانا صايمه، انا صايمه، كندوق لانسولين صايمه، تنقول خليني غنصوم. كيقولك صوموا تصحوا بخير. مرتاحه في دويرتنا اختي، عايشه بخير، عايشه اختي. اللي كتقولك حقرتني انت، راه عايشتيني في العذاب. والله اختي لا عايشتني في العذاب اختي، اقسم بالله. وهاد الجمعه وهاد النهار اللي جاي والله تعيشتني في العذاب، اقسم بالله وربي شهد عليا اختي. والله تعيشت العذاب، كنكون نشقى حتى كيجيني واحد جيت اقول هي جايه. والله تعيشت العذاب، ما خرجت بغات تنتحر، دخلت سدات عليها البيت من الصباح حتى الليل. ملي خرجت قالوا لها الناس مالكي؟ قالت لهم سلام شرباني السم، فين ما صيفطيني للحبس؟ على قبل دار جيت تفهموا. جاو عندك خوتي قالك تبيعي حقك، طلبتي لنا مبلغ كبير اللي غنجيبوه لك. جات عندك اختي قالت لك شوف انت شحال غيجيك في نصيبك، اللي جا في نصيبك نعطيه لك. ولكن ما ديريش لي اختي بحال هكا، انا عندي السكر ما كنخاف اختي. نهار اللي عايش بيتي اللي في الزنقه وكاينه المراه اللي بت عندها، نهار الانتحار وحق لا اله الا الله الا بت عند المراه، اقسم بالله وربي شاهد عليا. خفتي لا يطيح عليك شي باطل؟ ويطيح عليا اختي باطل. واش شي وحده كتقول لك شرفي السم؟ في رايك اش غديري؟ انا بنت في الزرقاء، والله حتى بنت في الزرقاء، وحاجه وجهك سروالي عامر بول. وكاينه السيده اللي بنت عندها، كاينه السيده اختي اللي بنت عندها. اش بغيتي عندي؟
اش بغيتي عندي؟ وجيت عاودت قلت لك راه طلقت، راه ما عندي فين نمشي، راه ما كرهت حتى واحد، جيت عندك راه جيت الكلمه اللي جات عندك راه غتحلي لها وغتدخلي لها. انتي عندها ماشي عندها، راه جيتي للضرب. جيت عندك بالصفه والنيه. عندك الحق بالصفه والنيه. تهانتي اختي بغيت نسكن، هذا هو جزاتي. جزاتي اللي مشيت معاك للسبيطارات، جزاتي اللي وقفت معاك، جزاتي اللي ضربتي في المدرسه ومشيت انا ومصطفى خويا كنبلطو عليك كنقول علاش ضربتيها، هذا هو جزاتنا. هذا هو جزات سناء. ياك هذيك النهار قالت لك المراه السيده وفينا ولي سناء كنتي تهرسي بها السكر. قلتي لها وكانت السيده كاينه، كاينه السيده، كاينه السيده اللي قالت لك حشومه على هادشي اللي درتيه سناء، حشومه. دابا هادشي كامل باش تخرجي انت وتجي باش نخرج اختي انا وربي شاهد عليا، راه رمضان هذا، راه رمضان هذا، راه ربي ما هو اللي شاهد عليا. انا بغيت غير نبرهن، انا ما بغيت والو، انا ما بغيت حتى حاجه، انا بغيت غير الناس غير عرفوا الحقيقه، ما تبقاش الحقيقه اللي بغيتها، انا جيت نقول الحقيقه. ولا كان هادشي كذوب يدهم طويل عليا، الا كان ما واكلاش شك رزقك، رزقك كاين ولكن على طريق المحكمه، راه كاين وكيل، كاين الحمد لله قاضي، الله ينصرهم على الحق. قلتي داك الشيء اتصال من عندها مسجل؟ عندي اتصال مسجل، هو عندي كتقول لي الو سناء، نعم حدي راسك من السكيري اللي انا واخده، ولا كذبتيني عندي اختي الاوديو، عندي الاوديو، عندي اختي الاوديو، الا بغيتي تسمعوا حتى دابا. علاش قالت وشوفي هي علاش باش انا نتخلع؟ واش وحده ساكنه بوحدها في الدار من انت غتقولي لها بحال هكا كي غتولي؟ انا اقسم بالله شي مني قالتها ليا الا بركت ودايره حدايا عصا شي كتعرفي القصد على داس، واش كتقولي بنادم داس؟ حتى وليت كنقول عنعيط على جارتي كنقول لها شوفي اختي ردي معاك البال لا يعود يجي ليا. وجاري جاري قال لي الا جا غادي نديروا معاه شرع الدينه، ما عندوش الحق يجي عندك، ما عندوش الحق يجي عندك. هي تجي تهضر تدخل مرحبا بها ولكن هو ما يجيش. انا ربيتي فيا الخوف، ربيتي فيا الخلعه، طحتي لي انا قلت لك نخاف، انا تنخاف، انا عندي السكر مريضه تنخاف. واش اللي عند السكر عند الجهد اختي؟ راه ما بغيتش اختي وجيبان من وريك حالتي، والله جيت نوريك حاجه اقسم بالله تنوريك عفوا بك يدير مالهاش با. حرام عليك اختي اش بغيتي عندي؟ حرام عليك، حرام عليك اش بغيتي؟ بغيتي حقك خود؟ انا ما قلت لك والو، خلينا انا تنموت على خاطري، خلينا اختي تنموت على خاطري. واش انا عندي السكر ناوي شي حاجه ورا بالليل تنموت؟ راه انا دزت لها دوز ديال البرخدي رسولي مالي لها السولين، راه انا دكيتي البرخ في خدك وفي العرق، راجلك كتكوال صاخدي اقسم بالله ربي شاهد عليا. اش بغيتي عندي؟ او قولي اش بغيتي عندي؟ اش بغيتي؟ اش بغيتي عذبتيني؟ كتقولي مريضه، كتقولي ما قاريش، على اللي ما قاريش كيدير الشكايات اربعه، انا علاش غير شكايه وحده اللي كنعرف كيديروا الناس، ما كيديروش عشره، شكايه وحده. نهار اديتيني درت بك شكايه، علاش غنبقى شكايه؟ علاش انا بوحدي اللي كاينه؟ الله يحسن العون. شنو النداء ديالك؟ اختي اش النداء؟ انا بغيت اختي ربي هو يصبري الاولى والاولى والاخرى، راه ربي كاين وكنظلم من السلطات اختي، يبعثوا يبعثوا كيقول لك ارماله، ما ارمالاش اختي، مزوجه السيده تقلب قلبوا لك بعقد الزواج وكل شيء. شوفي بعقد الزواج بكل شيء بكل، ولكن هي كتقول لك انا ارماله والسيد كيقول لك مزوجه، مزوجه السيده. واش لها كيجي معاها؟ لا لا شوفي لا ما تم الدار يعني كتشوفي كلام الحق اختي، جا مره اللي جا ولكن تهديدات بالتليفونات عمرو ما جا. راه شوفي ردني فيا من الكذب، هي كاتبه معاه بالعقد. بالعقد فيا من الكذب، دابا نقول لك لا كيجي وكيتهجم عليا. لا ما لا لا اختي ما نكذبش، لا ما نكذبش، لا اختي ما نكذبش، اللي كاين كاين واللي ما كاينش ما كاينش، هادشي كله باغا تخرجنا اختي الزنقه وتجيب لنا هادشي اللي كاين اختي. اذا انت بغيتي كنطلب من الله والسلطات هما يشوفوا. نتمناو النداء، نتمنى من الله. انا عارفه بلادنا بلاد الحمد لله بلاد الخيرات والحكومه نزيهه، ما نكذبش عليك، ما خزنا نزيه، راه حتى حاجه ما كدوز عليه، راه كل شيء. شوفي الا عندك مصداقيه وعندك وراقي راه كلشي ربي غيوقف هو الاول. هذا باش حباب الله السي الحموشي، انا طالبه حقي، انا هتبعد عمني، انا ما نمشي لاخريا من شخصي العبس باطل. واش من شخصي العبس انا باطل اختي؟ قولي واش نمشي انا العبس باطل؟ علاش علاش على قصدي اختي؟ والله اختي وربي شهاد عليا وهضر، يا كل عندي فين نمشي حتى نمشي،
والله كل عندي في نبتي تنبتي والله تنخليها ليا ما عندي تخدم في الغنبتي والله ربي شهد عليا ما عندي في نبتي بسم الله انا شوفي الله ياخذ الله يعطيني مصيبه يعطيني المول نجيب لنا ونجي نكزيده ربي شهد والله كل عندي في نبتي يا تنبتي والله كل عندي في نبتي دابا اختي دابا والله ما تشوفيني في الغنبتي اختي فين اقولي في الغنبتي كتقول لك عندي الملك واخا كتقول لك عندها دار زوينه عندي دار وغنمشي اختي تالبوسكوره اقولي لي عندي دار عندي دار زوينه مشي البوسكوره الطواليت ما عنديش فيها الباب اقسم بالله الطواليت ما كاين فيها الباب كتقول لك دارك انا اللي صلحت اختي بالناس بالمحسنين الله يعطيهم الخير واحد السيده اللي وقفت معايا بلا ذكر الاسماء هي اللي مساعداني وعندي وراقي باش صيفطت ليا باش انا صوبت الدار اختي الطواليت وحق لا اله الا الله وربي شهد عليا الا دايره الطواليت بحال الطواليت ديال الزرقاء واش الطواليت قلتي تاع 20 عام وخزرت على واش الطواليت ما فيهاش البلافا اختي تصيبتو انا وعندي سيد لي صوب ليا وعندي سيد لي صبغ ليا وعندي الوراقي باش شاري السلعه عندي اختي كلشي كلشي كتقول لك جايه هاجمه الماجمه شعلك ما عندي لا كارت ناسيونال لا على تما انت بغيتي دابا تعيشي في دار بكاك انا مرتاحه اختي انا مزوقه فيك خلينا حتى الموت على خاطري انا مزوقه فيك انا مزوقه فيك نطلبك من هنايا بعد من انا مزوقه فيك خلينا حتى الموت على خاطري ونتمنى مشاهدينا النداء يوصل والله يصلح الحال وهاد السيده كيف كتشوفوا توفى الاب ديالها تلقات مشات لدار باها تسكن الزوجه ديال الاب على حساب القول ديالها كطيح عليها الباطل بغات تخرجها باش تسكن راجل جديد اللي تزوجات به نتمنى يا ربي النداء ديالها يوصل هي ما بغات حتى شي حاجه بغات غير الحل من قبل السلطات اللي كتقول لك الاستفاده انا راه الناس ديال الاستفاده نهار اللي لا عرفوا اني غنستافد راه انا ما تدخليش ليا الاستفاده انا ما باغاش نستافد انا دابا باغا نعيش باغا تعيش باغا نعيش ما الاستفاده سير الله يسهل عليك سير نهار يعطوك سير الله يسهل عليك اذا مشاهدينا ما بقى لي دمتم في امان الله الى اللقاء.